شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. كل عمل نقوم به نحن البشر له آثار وضعية. هذه الآثار الوضعية لا تختلف عادة ولا تتخلف. هذه الآثار تمر في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: كل عمل يستبطن جزاءه في داخله، لا يحتاج إلى أثر خارجي للعمل. هنالك آثار خارجية تتعقب العمل، ولكن قبل أن توجد هذه الآثار الخارجية، كل عمل يستبطن جزاءه في داخله. لتوضيح ذلك نقول: من أهم الأشياء في سعادتنا نحن البشر التناغم مع الذات، الانسجام مع الذات. إذا واحد لا يعاني تناقضا بينه وبين داخله، بينه وبين وجدانه، هذا الفرد يعيش سعيدا في هذه الحياة. ولكن إذا واحد يعيش تناقض مع ذاته، يعيش تناقض مع وجدانه، يعيش تناقض مع ضميره، هذا التناقض من أهم عوامل شقاء البشر. لأن إذا واحد يعاني تناقض خارجي ولكن لا يعاني تناقضا داخليا، منسجم مع ذاته، متناغم مع ذاته، يفر من التناقض الخارجي إلى الانسجام الداخلي.
واحد المجتمع ضده، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المجتمع في بدايته قام ضده. المجتمع قد يقوم ضد واحد لأنه لا يفهم ذلك الواحد، هذا يعاني تناقض خارجي، لكن إذا هو منسجم مع ذاته هذا الانسجام مع الذات يعوض عن ذلك التناقض الخارجي. أما إذا واحد تناقض مع ذاته، اختلف مع ذاته، عاش التناقض بين الأنا الأعلى والأنا الأسفل كما يعبرون، هذا وين يفر؟ ما إلى مفر. هذا التناقض يقتل الفرد، يقتله قتلا. ذلك الرجل المعروف، رجل انتخب بين آلاف الرجال، أجروا اختبارات دقيقة للمهارة، للقابلية، للأعصاب الفولاذية. هذا طلع متفوق على الألوف من أمثاله، وقام بعمل معين، ولكنه بعد أن يرى آثار ذلك العمل، يرى أنه في لحظات قتل حوالي 150,000 إنسان، لحظة لحظات، وإذا 150,000 إنسان تقريبا يتحولون إلى تراب، رماد، لا شيء. هذا عندما يشوف آثار هذا العمل، أنا قمت بهذا العمل. إذا واحد يقتل نملة، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النملة إلا إذا النملة تأذيك، ذاك بحث آخر. والنحلة، لا تقتل النملة ولا تقتل النحلة. واحد إذا يقتل نملة ضميره يأنب، ليش قتلت هذه النملة؟ هذه النملة لها حياة والحياة حلوة، فكيف واحد يقتل في لحظات 150,000 إنسان تقريبا، يرمل النساء، ييتم الأطفال إذا صح التعبير؟ أنا قتلت. هذا وين يفر من داخل؟ لا يتمكن. هذا الشخص الذي نال أعظم وسام حربي، هذا التناقض الداخلي بالنتيجة أدى به إلى الجنون، الأوسمة والنياشين، كلها لم تنفع، التقدير لم ينفع، الصور في الصحف لم تنفع، انتهى به الأمر إلى مستشفى الأمراض العقلية. الرجل الذي يعمل عمل الطيب، أول جزاء له أنه ينسجم مع ذاته، أنه راضي في ذاته. يا أيتها النفس المطمئنة، اطمئنان، رضا داخلي. هذا الرضا أفضل جزاء آني للعمل. وإذا واحد إجى للبيت وشاكس مع زوجته وضرب أطفاله، أو الزوجة شاكست مع زوجها، أول عقوبة لها أن ضميرها ووجدانها يؤنبها، ليش فعلت هذا العمل؟ بعد لحظات الفورة تنتهي، وإذا بالندم يتملك هذا الرجل أو هذه المرأة، ليش فعلت هذا العمل؟ هذه المرحلة الأولى، مرحلة الجزاء الذي يستبطنه كل عمل في ذاته.
المرحلة الثانية الحاضر فيه حب وفيه بغض. نحن نحب رجلا أو نكره رجلا، هذا الحب وهذا البغض يأثر في التقييم. أحد الفقهاء في قم كان عنده تعبير لطيف حول ذلك. ذات مرة كنت في خدمته، كان يعبر بهذا التعبير، كان يقول: حجاب المعاصرة. المعاصرة حجاب. رجل كان عنده كتاب، كتاب جيد، أظن أنه في علم البلاغة في المعاني والبيان والبديع. قالوا له: هذا كتابك كلش لطيف وأظنه المطول، كتاب الطلاب يقرؤونه في الحوزات العلمية. قالوا له: أنه هذا كتابك كلش لطيف، ليش مو مطروح ما يقرأ؟ قال: لأن هذا الكتاب إلى عدو، هذا العدو ما يخلي أن هذا الكتاب يطرح ويتداول. قالوا له: منو ذلك العدو؟ قال: أنا عدو كتابي، أنا ما دمت موجود أنا عدو لهذا الكتاب، خل أموت، الوقت خل يمضي، التاريخ ينصفني في الحكم. وفعلا نفس الشخص الذي قام ضد هذا الرجل وكان يتكلم ضده، بعد أن مات أخذ يعظمه. هذه مشكلتنا نحن، نفهم عظماءنا بعد أن يذهبوا. في حياته كان يعيش حياة بئيسة، ولكن بعد ما مات يعرف ذلك الرجل. هو نفس هذا الرجل كتب حاشية على المطول بعد وفاة صاحب المطول، هو بنفسه. هذا اسمه حجاب المعاصرة. إلى متى يستمر هذا الحجاب؟ مؤقت. الأيام تمضي، الحب والبغض ينتهي وتظهر الحقيقة. صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، الذي ألف أكبر دورة فقهية إلى زمانه في تاريخ الشيعة، بل في تاريخ المسلمين، بل في تاريخ البشرية أجمع، حسب حدود علمنا ما عندنا دورة فقهية في التاريخ البشري كله حسب علمنا وحسب المنقول كالدورة التي ألفها صاحب الجواهر إلى عهده، يعني من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمان صاحب الجواهر لم يكتب فقيه دورة كالجواهر. ولكن هنالك رجل في حياة صاحب الجواهر، صار بحث بينه وبين صاحب الجواهر، بحث في قضية من القضايا الفقهية. صاحب الجواهر قال: هذا المطلب أنا كاتبه في الجواهر، إذا تحب راجع الجواهر تشوف المطلب موجود هناك. فقال ذلك الرجل: الجواهر أعطيه للعطارين حتى يلفوا فيه الفلفل والكمون، أو أعطيه للحامين حتى يلفون به اللحم ويطول المشترية، يعني ما له قيمة. هذا تقييم حجاب المعاصرة. ولكن مرت الأيام وإذا بالجواهر لا تجد بيتا من بيوت فقهائنا من قبل أكثر من 100 عام وإلى هذا اليوم، وإلى ما لا يعلمه إلا الله، لا تجد بيت فقيه أو عالم محقق عادة إلا وفيه هذا الكتاب. روح بحوث الخارج في قم وفي النجف وفي بقية الحوزات العلمية الحاضرة، يجلسون فوق المنبر ويقولون: قال صاحب الجواهر،
قدس الله سره هذا الكلام، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سين مو سوف. الذين قرأوا الأدبيات يعرفون ما أقول، السين تدل على الفاصلة البعيدة، السوف، ولكن السين تدل على الفاصلة القريبة، أيام تنقضي. ثم بعد ذلك المؤمنون، الله في محله، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في محله، حتى المؤمنون يرون هذا العمل، هذا المسجد الذي ترونه الآن وتجلسون في ظلاله وتؤدون صلواتكم فيه. ما هو هذا المسجد؟ عمل من أعمال مؤمن، أنتم المؤمنون ترون آثار هذا العمل. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، رغم ذلك الإعلام، حقيقة إعلام دولة عظمى، مو فقط دولة عظمى، الدولة العظمى الوحيدة في ذلك اليوم، اللي بيدها السيف والصوت والشرعية ومنبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني سلاح الدين وسلاح الدنيا، كل هذه الدولة تقوم ضد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وتسخر الإعلام لضربه. ولكن 40 يوم، 40 يوم مو أكثر، وقبل ذلك أيضا، ولكن الظهور، التبلور لعله كان في يوم 40 في كربلاء، يأتي جابر ابن عبد الله، ويأتي غلامه عطية، ويزوران ذلك القبر المبارك. ثم بعد ذلك على ما ينقله بعض المؤرخين، يأتي أهل البيت صلوات الله عليهم في طريقهم من الشام إلى المدينة، يمرون على كربلاء حسب ما ينقله بعض المؤرخين. أهل البيت صلوات الله عليهم، جابر، غلامه عطية، يقول بعض المؤرخين رجال من بني هاشم ورجال ونساء من أهل السواد يزورون ذلك القبر المطهر، يزورون الحسين صلوات الله عليه، ويزورون الأصحاب. يقف جابر: السلام عليكم، السلام على الأرواح التي حلت بفناء الحسين، أشهد أنكم أقمتم الصلاة. الذين قالوا هؤلاء مرتدين، ظهرت الحقيقة، أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين، جاهدتم الملحدين. تبين من هو المرتد ومن هو الكافر ومن هو الملحد، ظهرت الحقيقة. وأقاموا المآتم في أرض كربلاء، في التفصيل الذي ينقله الخطباء العظام حفظهم الله تعالى. 40 يوم وأقيمت المآتم، وقبل ذلك أقيمت المآتم في عقر دار يزيد في الشام. العمل يظهر، طالب يدرس، طالب لا يدرس، تمضي أيام ويظهر هذا ويظهر ذاك. الذي صرف أمواله في الحياة الفانية والذي صرف أمواله في الحياة الباقية، لا تمضي أيام إلا ويظهر هذا العمل ويظهر ذلك العمل. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كلما مر الزمان تألق أهل البيت صلوات الله عليهم أكثر.
هم متألقون ولكن يظهر نورهم وإشعاعهم وبعض من واقعهم للمجتمع. حقيقة إذا أهل الحق شوية كانوا أكثر يعملون، شوية كانت همتهم أكثر، لانتشر مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في العالم أجمع. ولكن رغم ذلك أهل البيت صلوات الله عليهم ما يمضي يوم إلا وأمرهم في علو، فلا يزداد أمره إلا علوا. أحد الخطباء كان ينقل القضية التالية، كان يقول: أنا كنت في إحدى البلاد التي يكثر فيها الأفراد الذين لم يفهموا أهل البيت صلوات الله عليهم. يقول: أنا رحت فوق المنبر وتحدثت حول آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا أكو بحث أن هذه الآية نزلت في من؟ في زوجات النبي صلى الله عليه وآله أو في أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول: أنا إجى شيء في بالي ما كنت قاري في كتاب، وهو عندما نقل لي هذا الشيء أنا أيضا ما كنت متوجه إلى هذه النقطة، نقطة حقيقة جديرة بالالتفات. أكو بحث يذكره علماء الأصول في أن هذه الإرادة إنما يريد الله، هاي إرادة تكوينية أو تشريعية؟ إذا إرادة تكوينية لا يعقل أن تكون متعلقة بزوجات النبي، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وآله التي تخرج على إمام زمانها، هل يعقل أن تتعلق الإرادة التكوينية بتطهيرها؟ أو إرادة تشريعية؟ فالإرادة التشريعية لا يفرق فيها بين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وغيرهن، الله يريد إرادة تشريعية للكل أن يطهرهم ويذهب عنهم الرجس. هذا بحث دقيق في علم الأصول مطروح، مو هذا البحث. أكو بحث ثاني في هذه الآية، أنه الله ليش استخدم ضمير المذكر؟ لاحظوا كل الآيات المتقدمة الله يقول وقرنا، هاي النون نون التأنيث النسوة، ما يقول وقروا، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فد مرة يوصل إلى هذه الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم، هذا ملفت، هذا التغيير في التعبير ملفت، التغيير من ضمير المؤنث إلى ضمير المذكر، ليش؟ هذه نقطة. هذا يقول أنا إجت في بالي نقطة أخرى فذكرتها فوق المنبر، قلت أنه هذه الآية وردت في علي وفاطمة وابنيهما صلوات الله عليهم، مو في زوجات النبي صلى الله عليه وآله. الدليل: زوجات النبي كل واحد منهن كان لها بيت، بيت كان عندها، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وآله، في أطرافه هذا بيت عائشة، هذا بيت حفصة، هذا بيت أم سلمة، بيت يعني غرفة، غرفة، هذا بيت باللغة العربية. فكل واحد منهم كان لها بيت، والله تعالى يشير إلى هذه الحقيقة، يقول وقرن في بيوتكن، صيغة جمع، ملتفتين؟ بيوت مو بيت. وإذا بالسياق يتغير مرة واحدة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت،
هذا البيت غير تلك البيوت. إذا كان هذا البيت نفس تلك البيوت لقال الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيوت. ليش قال أهل البيت؟ فهذا البيت غير تلك البيوت، فأهل البيت مو زوجات النبي، فأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين. يقول أنا هذا المطلب قلت فوق المنبر، كلمة نزلت. يقول بعد حوالي عام جاءني واحد قال أنا أستاذ في الجامعة الفلانية، تتذكر تلك الكلمة التي قلتها قبل حوالي عام؟ قلت لا. يقول قلت فوق المنبر أنت فرقت بين البيت والبيوت، هذه الكلمة أثرت في فكري، وهذه الكلمة صارت مفتاح. أنا رحت بحثت وبحثت وبحثت حتى توصلت إلى أن عليا مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. اقرأوا كتاب لقد شيعني الحسين صلوات الله عليه. الحسين صلوات الله عليه يشيع رجلا من المغرب ويكتب كتابا في ذلك لقد شيعني الحسين صلوات الله عليه. هذا الظلام لا يدوم، يوما بعد يوم أمر الحسين صلوات الله عليه بدأ من الشام وبدأ من الأربعين، وسوف يستمر هذا النور يوما بعد يوم. كلما نحن الذين نفتخر بأننا ننتمي إلى هذه الصفوة الطيبة عملنا أكثر، جاهدنا أكثر، تحملنا مسؤوليتنا. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين، يعني الصبح إذا واحد قام فكر في تجارته في زوجته في أطفاله وما فكر في الحق ما فكر في أمور المسلمين، هذا شنو؟ أنا ما أقول، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فليس منهم، هذا مو مسلم. وأما الأثر الثالث وهو وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن شاء الله هنالك في عرصات المحشر سوف نرى ذلك المقام الذي أعطاه الله لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه جزاء عمله، حينما تأتي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وينادي المنادي يا أهل المحشر غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد. فيغض الخلائق كلهم أبصارهم إلا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وإلا رسول الله محمد. فتأتي وتطالب تقول يا رب احكم بيني وبين من ظلم ابني، وإذا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه ينكشف عنه الستار وأوداجه تشخب دما. ففي ذلك اليوم يظهر مقام الحسين صلوات الله عليه. الحديث مفصل، طالعوه في كتاب فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فتطلب فاطمة من الله بدماء الحسين أن يدخل شيعتها في الجنة ويدخل شيعة شيعتها في الجنة، فيقول الله تعالى التقطيهم
فتلتقطهم من تلك الصحراء كما يلتقط الطائر الحب الجيد من الحب الرديء، تلتقطهم جميعا. الله يقول التقطي كل من اعتصم بك فتتقدم إلى الجنة ومعها شيعتها وشيعة شيعتها وكل من اعتصم بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعتها. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، ولا تحرمنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي